فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تم توزيع برنامج علينا في المدارس يتعلق بيوم عاشوراء، يوصون فيه بعمل إفطار جماعي للطلاب في ذاك اليوم، يقول: ما حكم هذا الإفطار الجماعي في هذا اليوم؟ يقول: تم توزيع برنامج علينا في المدارس يتعلق بيوم المزع المسؤولين ولا الطلاب نفسهم؟ ذكر في الأخير حفظك الله، يقول موزع من قسم التوعية بالوزارة. لا بأس بذلك، ما في مانع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.